صباح صباح النور النور، دكتور. بينات سلايدات. طيب، المرة الماضية بدينا نحكي عن التابلت كوتينج، وحكينا ليش نسوي تابلت كوتينج، وحكينا عن الاكوبمنت ذات ار يوز والتابلت كوتينج، وحكينا اخر شيء كيف بتتم عملية الكوتينج بروسيس والباراميتر المهمة بعملية اللي هو الكوتينج، انه الواحد rate of application of the heat أو الـ drying air capacity should match اللي هو كمية الـ coating اللي بتنحط على surface of the tablet حتى يطلع لنا coherent film وfilm elegance على surface of the tablet. اليوم بدنا نحكي لكم على different types of coatings. طبعا راح نحكي عن sugar coating وراح نحكي عن الفيلم coating. sugar coating اللي هو sugar based coating بنحط على surface of the tablet. الفيلم كوتينج اللي هو عباره عن اللي هو بوليمريك ميمبرين بنحطه على اللي هو السيرفيس اوف ذا تابلت. والفيلم كوتينج عاده اتز يعني كاتيجورايز انتو تو مين كاتيجوريز، هي نون انتريك فيلم فورمر والانتريك فيلم فورمر. النون انتريك فيلم فورمر له بي اتش اندبندنت سوليبيليتي، ممكن انه سوليبل ممكن يكون انسوليبل. الانسوليبل عاده بيستخدم فور سستيند ريليز بيربوسز، والانتريك اللي هو له بي اتش ديبندنت سوليبيليتي. لو بي اتش عاده ما بيذوب، اكاير بي اتش بيذوب اللي هو الفيلم، وطبعا بيصير ريليز للدواء بالانتستين، وحسب هو البي اتش اللي بيذوب فيها الفيلم بيصير ريليز للدواء باي سيجمنت داخل هو الانتستين. فاول شيء بدنا نحكي عنه اللي هو الشوجر كوتينج. الشوجر كوتينج ككوتينج بروسيس طبعا فيري وايدلي يوزد بروسيس، موجوده قديما عمرها اكثر من 250 سنه والناس بتسوي اللي هو شوجر كوتينج. اللوز اللي عليه شوجر ابيض هذا عباره عن شوجر كوت. الام اند ام اللي هم او سمارتيز طبعا عباره عن شوكليت تابلتس بيسووا له عمليه اللي هو كوتينج بروسيس. فطبعا الكوت اللي هو عباره عن اللي هو شوجر بيز كوت. طبعا الكوت اللي بنحط على الشوجر كوت عاده جلوسي بيلمع بيكون هارد كوت وبيعطي منظر على كويس على شكل على الحبه الموجوده عندنا. طبعا الكوتينج بروسيس تراديشنالي كبروسيس كانت كثير طويله وكثير تعتمد على اللي هو سكيل اوف ذا اوبريتور اللي هو بيسوي عمليه اللي هو الكوتينج بروسيس. طبعا كانوا زمان يجيبوا التابلتس يسووا لها يبدوا يسووا عمليه اللي هو كوتينج باي ليدلينج اللي هو دايركت اديشن اوف ذا كوتينج سوليوشن، بيضيفوا السيرب والداستينج باودر او بعد ما يسووا عمليه سيل كوتينج وبيضيفوها مع التحريك، وبعدين بنشروها بخلوها لفتره من الزمن الحريق ما تجف، وبعدين بحطوا انذر كوت وبكرر البروسيس اكثر من مره، وممكن تاخذ لثلاثه لاربعه ايام حتى يسوي عمليه كوتينج للباتش خلال يعني بهاي الطريقه. وطبعا هاي البروسيس كثير تعتمد على اللي هو السكيل اوف ذا اوبريتورز. Nowadays صاروا يستخدموا سبرينج سيستم فور كوتينج بروسيس. طبعا صارت البروسيس تاخذ وقت اقل وديبندنس على اللي هو السكيل اوف ذا بيرسونز اوف ذا اوبريتور صارت اقل. الشوجر كوتينجز عادة بتتم على مراحل. أول مرحلة بنسميها سيل كوتينج، المرحلة الثانية بنسميها سب كوتينج، الستيب الثالثة اللي هي سيرب كوتينج، والستيب الرابعة اللي هي البوليشينج. سيل كوتينج من اسمها اللي هو إنه تسيل التابلت حتى to prevent moisture from getting into the tablet core. طبعا تعرفوا اللي هو السيرب بيكون عادة السكر مدوبينه بمي، والمي ممكن تدخل within the structure of the tablet فيها pores تدخل فيها، إذا دخلت بتسبب disintegration و instability للتابلت الموجودة عندنا. فقبل ما يسووا عملية coating process بيسووا اللي هو seal coat، بحطوا عليها coating معمول من مادة hydrophobic تمنع الموشر from getting into the inside of the tablet. طبعا هاي المرحلة مهمة كثير إذا كانت coating process it's done by ladling يعني direct addition of the coating solution على التابلت مش by spraying. طبعا if the spraying is used this process can be eliminated. طبعا شو المواد اللي بحطوها على surface of the tablet؟ بحطوا مواد hydrophobic example عليها الشلاك والزين وسيلولوز استيت الثالث. طبعا عادة هاي الشلاك والزين وسيلولوز استيت الثالث بدوبوها بsuitable organic solvent، وعادة في بيكون معاه additives حتى يحسنوا اللي هو flexibility of the material ويكون coherent film على surface of the tablet ويلتصق فيه بشكل كويس وما يتكسر خلال عملية اللي هو coating process.
وبيسوي السبرينج على السيرفيس اوف ذا تابلت وبخلوا الاورجانيك سولفنت وبصير عندنا سيل كوت. طبعا السيل كوتينج سبيشلي اذا استعملوا الشلاك, طبعا الشلاك از انفكتيف سيلانت, لكن السيل كوتينج ممكن ياخر عمليه الديسنتجريشن والديسوليوشن بروسيس تبعت التابلت, وخصوصا مع اللي هو الايجنتس لانه بصير بوليمرايزيشن للشلاك, فبالتالي بتقل كمان دائبته فيردر وعمليه الريز الدواء بتتاخر من داخل هو التابلت. طبعا هاي هي يعني drawbacks of having a seal coat على surface of the tablet. طبعا الهدف منها انه to prevent moisture from getting into inside of the tablet. الستيب الثانية من السيل من الشوغر كوتينج اللي هي sub coating. sub coating تهدف انه to build up the size of the tablet, حتى نبنيها بالحجم المطلوب. طبعا عادة بنستخدم فيها solution اللي هو sticky binder solution, ومعها بيكون في عنا اشي بنسميه dusting powder. بنحط اللي هو sticky binder solution على surface of the tablet, وبعدين we sprinkle اللي هو الباودر على التابلت, ونظلنا keep the process مع التحريك لحد ما تتغطى التابلت بشكل كويس, و especially اللي هي الزوايا تبع التابلت, و we reach اللي هو thickness المطلوبة for the tablet. طبعا اذا we are using spraying for coating process, ممكن نحضر dispersion of the sub coating powder within اللي هو sticky binder solution, ونسوي له spraying على surface of the tablet, ومنسوي اللي هو الستيب تبعت اللي هو sub coating process. فالsub coating حتى انه نرفع يعني نوصل له الحجم المطلوب للتابلت. المرحله الثالثه اللي هي بنسميها سيرب كوتينج. سيرب كوتينج بهاي المرحله بنسوي العمليه اللي هو سموثينج للسيرفيس وريموف الامبرفكشن الموجود بالتابلت سيرفيس, بنخلي التابلت بكون بصير ماتش مور سموث, واذا في عندنا اماكن مش مغطيه بشكل كويس باي سب كوتينج بروسيس, طبعا بتكملها عمليه اللي هو السب كوتينج بروسيس. والبروسيس عاده بتتم على مراحل. اول مرحله يستخدموا سيرب سوليوشن, وبكون داخل السيرب موجود في عندنا اللي هو داستينج باودر, وبكون عاده ديسبيرس داخله, وبنحطه على السيرفيس اوف ذا تابلت فبيغطي الامبرفكشن الموجوده عندنا داخل التابلت. طبعا خلال السيرب كوتينج بهاي المرحله عاده بنضاف اللي هو الكلر للتابلت فورميليشنز. طبعا عاده هاي بتاخذ ثلاث مراحل. المرحله الثانيه اللي هو عباره عن سيرب وبنحط فيه الكلرنج ايجنتس ومنضيفه على السيرفيس اوف ذا تابلت حتى تعطي اللي هو اللون المطلوب للتابلت. ويوجوالي في عندنا اللي هو اخر ستيج بنسميها بنضيف فيها كلير كوت على اللي هو على التابلت من غير ما يكون فيها كلرنت حتى يعطي باك جراوند للكلر. ففي عنا عادة بالسيرب كوتينج أول بروسيس بسميها جروسينج سيرب حتى إنه نغطي الامبرفكشن الموجود عنا بالتابلت, وعادة ما نضيف كلر بهاي الستيب. السب سيكوينت كوتينج بروسيس ما بيكون فيها داستينج باودر, بكون السوليوشن تركيزه هيفي, ومنسوي عملية اللي هو بيضيفوا كلرنت وبيعطي لون للتابلت. وآخر ستيب منضيف اللي هو a few clear coat على surface of the tablet, عادة بيكون viscosity a little bit less than اللي هو ال step اللي قبلها حتى ينتشر بشكل كويس ويعطي background للcolor الموجود عندنا. طبعا بعد ما نسوي syrup coating والجف ندخل بالمرحلة الأخيرة اللي هي اللي polishing. البولشينج هدفها إنه to provide the desired luster للتابلت, وخلي التابلت بتكون shiny ولامعة بشكل كويس. طبعا التابلت كان بي بولشت باستخدام اللي هو ايذر الكوتينج بان, او الاحسن بيستخدموا كانفاس لاين بولشينج بان الموجود عندنا بالرسمه الموجوده عندنا هون. طبعا عاده بيحطوا فيه اللي هو التابلت وبيضيفوا لها اللي هو الواكس. طبعا الواكس عاده يا اما بيضيفوه على شكل باودر وبخلطوه بالتابلت بعد ما يسووا عمليه اللي هو الكوتينج, او انه بيذوبوا بسوتبل اورجانيك سولفنت وبيسووا له سبراينج على السيرفيس اوف ذا تابلت. طبعا سوتبل اورجانيك سولفنت العاده بيستخدموه للواكس اللي هي بيستخدموا النافتا وبحطوه على السيرفيس اوف ذا تابلت, والتابلت بتطلع شايني. فهاي هي الستيب تبعت اللي هو الكوتينج. طبعا هون في عندنا تيبل بفرجيكم ديفرنت فورميليشن ذات يوزد خلال اللي هو ديفرنت كوتينج بروسيس. طبعا اول ستيب بالكوتينج بروسيس هي عباره عن سيل كوتينج سوليوشن. طبعا هون مش في عندنا هون سيلولوز استيت فتاليت وزين, هذول عباره عن سيلانت سبستانس.
طبعا اول فورميلا مستخدمين فيها سيلولوز الستيفتاليات، لا عفوا مستخدمين فيها اللي هو الزين، والفورميلا الثانيه مستخدمين فيها سيلولوز الستيفتاليات. هذول الثري ايجنتس اللي بضافينها هذول عباره عن بلاستيسايزر. طبعا هدفها انه يحسنوا اللي هو flexibility of the film، والفيلم بطل ريجيد وما يتكسر ويلتصق بشكل كويس على السيرفيس اوف ذا تابلت، اللي هي بيستخدموا يا اوليك اسيد يا بروبيلين جلايكول يا بولي ايثيلين جلايكول. طبعا هون في هو اكثر من ايجنتس كان بي يوز، واخر تو سبستانسز هم عباره عن السولفنت اللي مدوبين فيه اللي هو السيلنت السيلنت والاذر كومبوننت اللي هم مسوين ديسبيرشن، مستخدمين الالكوهول او مستخدمين هو الميثيلين كلورايد، مسوي السبراينج على اللي هو السيرفيس اوف ذا تابلت. طبعا هون في عندنا فورمولا 2 فورمولا لسيلنت سوليوشن، فورمولا 1 فورمولا 2. الستيب اللي بعدها اللي هي السب كوتنج. السب كوتنج اذا تتذكر مستخدم ستيكي بايندر سوليوشن، نستخدم فيه داستنج باودر. ستيكي بايندر سوليوشن ممكن نستخدم فيه الجيلاتين از بايندر بين الاكاشيا شوغر كين، ممكن نستخدم اللي هو السيرب كورن سيرب، او نستخدم يو اس بي سيرب، او نستخدم طبعا هذول كلياتهم بيذوبوهم بالمي اللي هو عباره عن عن, عن السولفنت. طبعا السيرب يو اس بي سيرب بيكون هو جاهز، بيكون عباره عن شوجر مذوبينه بمي بالتركيز اللي هو المطلوب، فما في داعي عاده نسوي له ديليوشن بالمي او يضيفوا له مي. هون في عندنا اللي هو فور فورمولا اوف ستيكي بايندر سوليوشن، وخلال هاي الستيب بنضاف اللي هو الدستنج باودر. الدستنج باودر عادة أكثر من ايجنت بنضافه مع بعضهم البعض. طبعا الدستنج باودر اللي بيستخدمه الكاولين، ديكسترين، كوكو باودر، بريسيبيتيت كالسيوم كربونات، باودر شوغر كين أو كين شوغر، أكاشيا باودر، ستارش، كورن ستارش، تالك، كالسيوم سلفيت. طبعا هون في عندي سبعة فورميلا، عادة بيستخدموا أربعة من اثنين لأربعة ايجنتس حتى إنه يستخدموه ب سب كوتينج باودر. طبعا بستعملوا كومبينيشن حتى انه ما يستخدموا من ايجنت من سنجل ايجنت كميه كثير كثير كبيره خلال السب كوتينج بروسيس. الستيب اللي بتاعتها اللي هي عمليه السيرب كوتينج، اللي هي طبعا بنبدا بالجروسنج سيرب اللي بيكون عاده فيه عباره عن داستنج باودر. طبعا فيه عاده بهاي الستيب بيضيفوا فيه الكالرنت، والاول ستيب للجروسنج سيرب بيستعملوا سب كوتينج باودر. هم مستخدمين اللي هو الكالسيوم كربونات والشوغر كين باودر واز اي داستنج باودر، او مستخدمين الكورن ستارش. وطبعا السبسيكوينت ستيبس مش مستخدمين اللي هو ما بيكون فيها اللي هو داستنج باودر، بيكون فيها الشوغر مع المي، وعاده الكالرنت بضيف بهاي الستيج الموجوده هون. هذا الهيفي سيرب بيكون تركيز الشوغر فيه بيكون عالي، اخر ستيب بيكون عاده تركيز الشوغر بيكون اقل، وعاده بنضاف كلير كوت على السيرفيس اوف ذا تابلت. هاي اخر مرحله يعني اخر ستيب بالسيرب كوتينج. بعدها المرحله الاخيره بالشوغر كوتينج اللي هي البولشينج. البولشينج عاده بيستخدموا فيه واكس، في عندنا ديفرنت تايبس اوف واكس ذات از يوز. في عندنا اللي هو عندنا اللي هو الكرنوبا واكس، في عندنا البيز واكس، في عندنا البارافين واكس، كلاتهم عباره عن واكس ممكن نستخدمهم تو بروفايد شاين على السيرفيس اوف ذا تابلت. وعاده هذول الواكسز بتذوب بسوتابل اورجانيك سولفنت اللي هو عاده النفطه، وبنحطه از سوليوشن على السيرفيس اوف ذا تابلت. هون في عندنا تو فورمولا ذات كان بي يوز ان تابلت. عاده مستخدمين اكثر من واكس، اكثر من تاب اوف واكس مع بعضهم البعض، مسويين سبراينج على السيرفيس اوف ذا تابلت حتى تعطي اللي هو الشاين المطلوب. هاي بالنسبه للي هو الشوجر كوتينج، كيف يتم الشوجر كوتينج والمواد اللي بتستخدمها بالشوجر كوتينج. هسه بدنا نحكي عن الفيلم كوتينج بروسيس. الفيلم كوتينج بروسيس اللي هي اضافه اللي هو عمل اللي هو اضافه بوليمريك ميمبرين على السيرفيس اوف ذا تابلت. طبعا عاده بيكون في عندنا فيلم فورمر، ومع الفيلم فورمر في معاه بيكون بعض الاديتيف زي بلاستيسايزر، كالرنت، اوباكيوانت واذر سوتابل كومبوننت. كلياتهم هذول بنسويهم ايذر ديزولف اور ديسبيرس ان ا سوتابل سولفنت سيستم، وبعدين بنسوي له سبراينج على اللي هو السيرفيس اوف ذا تابلت.
طبعا البوليمر اللي بنستخدمه depends on the purpose of the coating process. إذا كانت the purpose of coating process نسوي enteric coat نستخدم بوليمر that is enteric. إذا بنسوي targeting للكولون نستخدم بوليمر بيوصل الدواء للكولون. إذا كان الهدف to make the tablet elegant من نستخدم كول وما بدنا delay release of the drug نستخدم بوليمر بدوب بالجاستريك فلويد مباشره وبيسوي ريليز للدواء بشكل سريع. فبنستخدم الفورمر المناسب. بالنسبه للاذر اديتيفز بنستخدمهم حسب اللي هو النيد للفورميليشن وحسب اللوك ذات وي وونت فروم ذا برودكت. بدنا لون احمر نستخدم كلرنت لونه احمر ونضيف عليه اوباكيومنت حتى انه يعني ما نشوف الامبرفكشن الموجوده داخل التابلت. اذا الفيلم ما doesn't spread على السيرفيس اوف ذا تابلت نضيف لنا مثلا سيرفاكتنت. فهاي الفاريوس كومبوننت اللي بنضافه اللي هو التابلت خلال عمليه الكوتينج بروسيس. هسه بدنا نحكي شوي عن الفيلم فورمر ذات يوز. طبعا الايديال فيلم فورمر فور فيلم كوتينج شود هاف ذا فولوينج بروبرتيز. طبعا اول شيء سوليبيليتي ان ذا سولفنت اوف تشويس فور ذا كوتينج بريبريشن أو dispersion بشكل uniform. طبعاً بالsolvent system solubility required for intended use يا إما freely water soluble يا slow water solubility يا pH dependent solubility. إذا pH dependent للenteric coat free water solubility عادة for elegant purposes coating slow water solubility لل sustained release purposes. كمان من الشغلات المهمة كبس to produce an elegant looking film البوليمر لازم يقدر يسوي فيلم على surface of the tablet. لازم يكون stable وخصوصا مع الحرارة واللايت والمويشر والهواء and the substrate being coated. بتعرض لها كل هاي الكونديشن خلال الكوتين بتعرض لحرارة وتعرض لمويشر وتعرض للايت فبالتالي بدنا بوليمر يكون stable وما تتغير الكاركترس تبعه مع الوقت. ف the film property should not change with time. طبعا essentially no color no taste no odor ما بدنا له اي من هاي الصفات. it should be compatible with common coating solution additives لازم يكون يتوافق مع اللي هو other additives ما يسوي interaction مع ال additives العادي المستخدم في التاب formulation. وراح نحكي لكم عن ال other coating additives. non toxicity no pharmacological activity ease of application to the particle or to the tablet. طبعا هاي inherent properties for film former. Resist to cracking. ما يتشقق الفيلم. Provide adequate moisture, light, odor or drug sublimation barrier when desired. طبعا إذا الكوت بدنا إياه يمنع الموشر from getting into the inside of the tablet لازم الفيلم capable of preventing moisture from getting into inside of the tablet. إذا الدواء التابلت الدواء الموجود عندنا photo sensitive لازم يكون الفيلم الفيلم former film doesn't transmit light into the inside of the tablet. ما يكون في إذا الدواء فيه له odor لازم الفيلم يمنع انه خروج الأودر وبالتالي يعني يحقق اللي هو purpose من الكوتينج process. من الشغلات المهمة كمان أو من الشغلات اللي لازم توفر بالفيلم فورمر اللي هو no bridging or filling of deposed tablet surface. مرات التابلت بيكون فيها كتابات مرات بيكون التابلت surface تبعه فيه عليه شو بسموها خط حتى يكسروا الحبة بالنص مش perfect tablet. فإذا سوينا عملية coating لازم الفيلم يأخذ surface of the tablet وما يختفي اللي هون. مرات بيصير إنه الفيلم بيشد بنسوي بنقولها بريدجينج زي كانه في بريدجينج على المناطق المنخفضه وبالتالي نبطل نشوفها. او بصير عندنا فيلينج انه الكوتينج سوليوشن بيعبي وبكمص اللي هو الكومبوننت الموجوده الكتابات الموجوده على السيرفيس اوف ذا تابلت. كمان الفيلم ايزي اوف برينتينج بروسيجر اون هاي سبيد اكويبمنت. مرات بعد ما نسوي تابلتينج ناخذ التابلت نطبع عليها بعض الانفورميشن فلازم الفيلم يعني يكون ادابتبل فور ذات ثينج ولازم تكون فلوكوس كوميرشالي افيلبل الحصول عليها بشكل سهل وما في مشاكل بالحصول على اللي هو الفيلم فورم. طبعا هاي جنرال ريكويرمنتس. طبعا معظم اللي هو الفيلم فورم بحققوا الماجوريتي في بعضهم ما بحققوا كل شيء. اذا في سم سيرتن ديفكت زي مثلا بريدجينج او فيلينج او شيء زي هيك بتعالج باللي هو الاديتيف اللي بتنضاف للتابلت فورم للكوتينج سوليوشن فورميليشن. طبعا الفيلم فورمر زي ما حكينا لكم نوعين في عندنا نون انتريك وانتريك. النون انتريك ما له pH dependent solubility الانتريك له pH dependent solubility. يوجوالي at low pH ما بيذوب at high pH بيصير له
عملية ذائبية، وبيعطينا اللي هو انترك كوت على السيرفيس اوف ذا كوت. نبدأ أول شيء بالنون انترك فيلم فورمر اللي هو عادة بيستخدمه تو امبروف إليجنس على التابلت، ممكن نستخدمه as a barrier to prevent the oxygen moisture from getting into inside of the tablet or the light، وممكن نستخدم الفيلم فورمر to obtain a sustained release formulation. فنبدأ بال non-enteric film former. أول film former the one mostly used in tablet formulation اللي هو الهيدروكسيبروبيل مثل سيلولوز اللي هو ال HPMC short تبعه. طبعا هذا من اسمه عبارة عن سيلولوز derivative. It's available at different viscosity grade. شو المقصود بالdifferent viscosity grade؟ إنه المولكيولر ويت ممكن نشتريه بdifferent molecular. هو عبارة عن polymer ممكن يكون of short chain ممكن of long chain. طبعا عادة إذا ذوبنا مثلا 1 gram of this polymer in water بيكون فيه له certain viscosity. إذا استخدمنا اللي هو البوليمر أخذنا 1 gram of polymer اللي بيكون molecular weight تبعته أقل عادة بيعطينا viscosity، لكن إذا نفس الكمية من ال higher viscosity grade polymer اللي هو بيكون molecular weight تبعه أعلى وذوبناه بالسوليوشن الفيسكاسيتي تبع سوليوشن بتصير اعلى، عشان هيك بيحكوا له فيسكاسيتي جريد. فعاده الهاير فيسكاسيتي جريد بتكون له المونيكر ويت تبع البوليمر بتكون اعلى. طبعا الهيدروكسي طبعا ليش يعني شو الفرق بين الهاي فيسكاسيتي جريد واللو فيسكاسيتي جريد؟ طبعا هذا بياثر بعمليه اللي هو الكوتينج بروسيس. بتعرفوا اذا استعملنا الهاي مونيكر ويت بوليمر وذوبناه بالمي، إذا ذوبنا كمية من الهاي مولكيولر ويت الفيسكاس تبع السوليوشن بتكون أعلى بكثير من نفس اللي هو الكمية لما نذوبها of low molecular weight of low viscosity grade polymer. طبعا لما تكون السوليوشن الفيسكاس تبعته عالية ما بنقدر نسوي له سبراينج بشكل سهل على surface of the tablet، بيضطروا إنه يسوي له عملية اللي هو dilution حتى يقدروا يسووا عملية اللي هو سبراينج على surface of the tablet. طبعا لما يسوي له dilution بالماي ويسوي سبراينج فالكوتينج بروسس بتصير طويله. طبعا خلالها بصير سبيشلي اذا سووا اكواس كوتينج بتضلها التابلت معرضه للحراره والرطوبه لفتره اطول، ممكن هذا ياثر على ستابيليتي اوف ذا تابلت مقارنه باللو فيسكاسيتي جريد بوليمر. لو فيسكاسيتي جريد بوليمر بدون كميه اكثر وما بترتفع الفيسكاسيتي بشكل كبير زي الهاير مولكيولر ويت بوليمر، فبالتالي بيخلصوا الكوتينج بروسيس بشكل سريع وبحطوا كوت اكبر على سيرفيس اوف ذا تابلت بشورتر بيريد اوف تايم. طبعا ليش ما نستعمل اللو مولكيولر ويت نستخدم الهاي مولكيولر ويت؟ الهاي الكواليتي اوف ذا فيلم برودوس باي لو مولكيولر ويت مش هالقد زي اللي هو الهاير مولكيولر ويت. الهاير مولكيولر ويت بتداخلوا مع بعض وبعض بيعطي فيلم كوهيرا ومنيح على السيرفيس اوف ذا تابلت. فحتى انهم يعني يعالجوا هذا الموضوع عاده بخلطوا بتوين هاي مولكيولر ويت ولو مولكيولر ويت viscosity grade polymer مع بعض البعض بحيث يعطي film with good characteristics بنفس الوقت the length of the coating process ما تكون كثير 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 طويلة. هاي بالنسبة له viscosity grade وكيف بيأثر على عملية اللي هو the coating process. طبعا hydroxypropyl methyl cellulose is the most widely used polymer والسبب في ذلك اللي هو the advantages that provide. طبعا ال HPMC طبعا بتميز انه solubility characteristics of the polymer in the gastrointestinal tract organic and aqueous solvent system. فبالتالي نقدر نسوي aqueous coating organic solvent coating وبذوب مباشره داخل هو ال GIT وبذوب wide range of organic solvent. فهي بتميز اللي هو ال HPMC. ال HPMC doesn't interfere with the tablet disintegration and drug availability، ما بيأخر the release of the drug. الفيلم flexible, chip resistance and absence of taste and odor and color وodor كمان. This is also a desirable characteristics for اللي هو film former. Also it is stable بالحرارة باللايت بالاير والreasonable level of moisture. فعشان هيك كثير widely used. وability to incorporate color and additive into the film without difficulties. طبعا هاي كلياتها ideal property for a film former. مشكلة الhydroxypropyl methyl cellulose if it is used without plasticizer the polymer has tendency to bridge. اللي حكينا لكم عنها انه الفيلم بشد فبنسحب من الاماكن المنخفضة من التابل، فبالتالي ما بنشوف اللي هو الكونتور تبع التابل. عشان هيك بيضيفوا لها مواد لبلاستيسايزر حتى انه يعني ما يصير له عمليه ستريتشنج للفيلم
وبالتالي يعني نحل مشكلة اللي هو البريدجنج اللي بيصير خلال عملية اللي هو التابلت. هسه النكست فيلم فورمر ذاتس يوز ان تابلت اللي هو ميثيل هيدروكسي ايثيل سيلولوز اولسو انذر سيلولوز ديريفاتيف. طبعا ذس بوليمر از افيلبل ات ديفرنت فيسكاستي جريد. نفس الحكي اللي حكينا على الهيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز ابلاي على الميثيل هيدروكسي ايثيل سيلولوز واني بوليمر ذاتس يوز ان فيلم كوتينج او تابلت كوتينج. الهاير موليكولر ويت واللو موليكولر ويت كيف بياثروا على الكوتينج بروسيس. طبعا الصفات تبعته تشبه كثير صفات اللي هو ال HPMC similar property to HPMC solubility disintegration doesn't interfere with disintegration is stable بس مشكلته انه it is soluble in fewer organic solvents than HPMC عشان هيك ال HPMC much wider use than اللي هو مثل هيدروكسي ethyl cellulose as a film former. الفيلم فورما اللي بعده اللي هو الإيثيل سيلولوز. الإيثيل سيلولوز another cellulose derivative. طبعا this derivative of cellulose is water insoluble. It doesn't dissolve in water وما بدوب كمان بالGIT fluid. عشان هيك ما بيستخدموه لحاله بالتابلت كوتينج. عادة بخلطوه مع water soluble polymer بحطوه على surface of the tablet ولما البيشنت swallow التابلت الwater soluble component بيذوب وبيظل الإيثيل سيلولوز على السيرفيس اوف ذا تابلت وبيطلع عنا فيلم ذات از بوراس. بوراس يعني مثقب وبيستخدم فور سستيند ريليز بيربوسز. طبعا البوروسيتي بتحكم فيه قديش استعملنا اللي هو إيثيل او الريشيو بين إيثيل سيلولوز والwater soluble additives اللي استخدمناه اللي هو الwater soluble component. اذا زدنا كميه البروبورشن اوف إيثيل سيلولوز البوروسيتي بتقل وبالتالي الريليز اوف ذا دراج عاده بقل. اذا زدنا بروبورشن اوف ووتر سوليبل اديتيفز مقابل هو الايثيل سيلولوز الفيلم بيصير ماتش مور بوراس والريت اوف ريليز اوف ذا دراج بتكون 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 بشكل 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 اسرع. فعاده احنا بنخلطه مع اذر فيلم فورمات طبعا بيذوبش بالماء ولا بالجي اي فلويد. اتس يوجوالي كومبايند وذ ووتر سوليبل اديتيف تو بريبير فيلم اند وذ ريدوس سوليبيليتي بروبرتيز. زي ما حكينا الكومبينيشن اوف ايثيل سيلولوز والووتر سوليبل اديتيف هاز بين يو وايدلي يوز in the preparing of sustained release coatings زي ما حكينا لكم. الإيثيل سيلولوز it is soluble in organic solvent, it is non-toxic, colorless, odorless, tasteless. طبعا كلها صفات كويسه للفيلم فورمر and quite stable in most environmental condition. طبعا بيذوب الاورجانيك سولفنت ما بيذوب بالماء. And plasticized film are brittle and require film modifier عشان هيك عاده بحطوا له بلاستيسايزر. طبعا كيف بحطوا فيلم ووتر سولبل ووتر انسولبل مع بعض؟ طبعا ممكن يستخدموا اللي هو الاورجانيك سولفنت يكون common organic solvent between the water soluble والإيثيل سيلولوز وسوي السبراينج على surface of the tablet. الإيثيل سيلولوز بدوب بالإيثانول for example نذوب فيه الدواء ونسوي السبراينج. طبعا مشكلته لما يذوب two polymer بأورجانيك solvent ال viscosity of the polymer بتصير كثير وعملية السبراينج له بتصير شوي صعبة. طبعا سووا invention إشي بسموه dispersion of ethyl cellulose داخل الـ داخل الـ داخل الـ بالماء سموه اللي هو سودو لاتكس. طبعا شو اللاتكس؟ اللاتكس هو عباره عن dispersion of the polymer داخل الماء. بتعرفوا البوليمر اللاتكس جلوفز الناس بتلبسها تستعملها لاتكس جلوفز عاده بيجيبوا البوليمر بيجيبوا المونومر بيسووا بوليمرايزيشن داخل الماء بيحضروا لاتكس سوليوشن. لاتكس سوليوشن يعني البوليمر بيسووا disperse as fine particle داخل الماء وبعدين بيجيبوا المولد اللي على شكل ايد وبغطوه بهذا السوليوشن وبسووا اللي هو الجلاف منه. طبعا السودو لاتكس الفرق بين السودو لاتكس واللاتكس اللاتكس يعني بيجيبوا المونومر بسووا بوليمرايزيشن داخل الماء وبحضروا اللي هو اللاتكس سوليوشن. السودو لاتكس بيجيبوا البوليمر وبسووا ديسبرشن داخل هو الماء بيجيبوا الايثيل سيلولوز بيدوبوه بأورجانيك سولفنت وبعدين بيحضروا منه إيمالشن وبطلعوا الماء فبصير عنا اللي هو بطلعوا الألكوهول بصير عنا dispersion of إيثيل سيلولوز داخل الماء. طبعا ميزته لما يكون dispersion داخل الماء نقدر ندوب الووتر سولبل كومبوننت نسوي له سبراينج على السيرفيس اوف ذا تابلت. وكمان الميزه الثانيه انه السنس انه البوليمر مش دايب انه disperse ما بتزيد الفسكس تبع السوليوشن بشكل كبير فبالتالي بنقدر نحط فيه كميات اكثر من الباودر داخل هو السوليوشن. These pseudo latex system are high solid high in solid يعني كميه الباودر اللي ديسبيرس فيها بتكون عاليه الفسكس تبعها قليله سهل عمليه السبراينج that have a coating property quite different from the regular ethyl cellulose الاكوا كوت. الايثيل سيلولوز اكوا كوت يعني بيكون كثير فسكس والكوتينج فيه بتكون شويه
اصعب. هاي بالنسبه للايثر سيلولوز اللي بيستخدم خلال عمليه اللي هو التابلت بروسيس. طبعا انذر انتر فيلم فورمر اللي هو الهيدروكسي بروبيل سيلولوز، كمان انذر سيلولوز ديريفاتيف. This is soluble in water below 40 degree centigrade. بدوب بالجي اي فلويد اند ماني بولار اورجانيك سولفنت. مشكله هذا الفيلم انه اكستريملي تاكي، تاكي يعني بيلزق. As it dry from a solution system may be desired for sub coat but not for color or gloss coat. فممكن يستخدموه بالشوجر كوتنج خلال as a sub coating powder او a sticky binder solution. This polymer yield very flexible film. هاي من صفات الفيلم تبعت الهيدروكسي بروبيل سيلولوز. عشان هيك بسبب التكنيس تبعته عاده بيستخدموه مع another film former حتى to improve هو البروبرتي اوف ذا فيلم الموجود عندنا ويقللوا التكنيس تبعته. عاده بيستخدموه بكومبينيشن مع فيلم فورمر. البي في بي او البوفيدون، طبعا بتعرف البي في بي استعملناه بالتابلت as a binder. هون كمان ممكن نستخدمه as a coating material او coating polymer او film former. طبعا البي في بي هو عباره عن بوليمر، البوليمر هذا water soluble. It's available at different viscosity grade. معروفات بK value، في K15, K30, K60, K90. كل ما بزيد الرقم الـ viscosity أو الـ molecular weight تبع البوليمر بتكون أعلى. This polymer is soluble بالorganic solvent والwater والGIT، فبيذوب بwide ranges of solvent وform a glossy hard clear film على surface of the tablet. طبعا since بنستخدمه كبايندر، طبعا this film is extremely tacky. طبعا عشان هيك بيضيفوا له بلاستيسايزر حتى يقلل من التاكنس تبع الفيلم، او بيضيفوا له السسبندد باودر اللي راح نحكي عنه اللي هو زي البلاستيك زي الاوباكيون بيقلل من التاكنس تبع الفيلم، او بخلطوه بأذر بوليمر حتى يقللوا له التاكنس تبع الفيلم. Povidone has been used to improve the dispersion of colorant in coating solution to obtain a more uniform color film. طبعا باخذ اللون بشكل كويس، وطبعا هاي صفه كويسه بالبي في بي. Other non-enteric film former عندنا sodium carboxymethyl cellulose. هذا sodium carboxymethyl cellulose ما بيدوب بالorganic solvent بس بيدوب بالpolar solvent. It's available at different viscosity grade. معروفات بlow, medium, high and extremely high. This is how they are يعني commercialized. طبعا it can be dispersed in water, insoluble in most organic solvent لأنه it is عبارة عن sodium salt. Not a material of choice for coating solution based on organic solvent. فما بيستعملوه بالorganic solvent لأنه ما بيدوب بالسوديوم كربوكسيميثيل سيلولوز. الفيلم brittle but adhere very well to the surface of the tablet. كمان it is dry, so coating composition must be modified with additives. بيضيفوا المواد حتى يقللوا التاكنس ويخلوا الفيلم much more flexible. بيضيفوا البلاستيسايزر حتى يحسنوا اللي هو صفات الفيلم الموجود عندنا. اخر نون انتريك فيلم فورمر بيستخدم بالتابلت اللي هو البولي ايثيلين جلايكول. بولي ايثيلين جلايكول بيستخدموا الهاي موليكيولر ويت بولي ايثيلين جلايكول، طبعا اللي هو بيكون عباره عن باودر عن سوليد، وبيستخدم بالكوتينج. الفيلم اللي بيطلع بيكون لونه ابيض وواكسي اذا ما حاطين له كلرنت او اوباكيون. الفيلم هارد سموث تيستلس اند نون توكسيك. مشكلة البولي إيثيلين جلايكول it is sensitive to elevated temperature، ممكن يصير له عملية اللي هو melting. طبعا هاي not desirable property for بولي إيثيلين جلايكول. هسا بدنا نحكي عن اللي هو الانتريك فيلم فورمر. الانتريك فيلم فورمر اللي هو لها pH dependent solubility. at low pH ما بيدوبش، at high pH بيدوب. وطبعا هذا بيؤدي انه release of the drug بيصير بالانتستين، وما بيصير عندنا release للدواء داخل اللي هو داخل الاستومك. وطبعا عشان ليش بنسوي انتريك كوتينج؟ حتى نحمي الدواء against the harmful environment داخل هو الاستومك. زي بعض الانزيم certain antibiotic بالgastric fluid بيصير لها degradation، فمنسوي release الدواء بالانتستين، فبالتالي نحميه من الديجراديشن داخل اللي هو داخل المعدة. كمان ممكن العكس انه الدواء يسوي irritation للاستومك، فمنسوي release الدواء بالانتستين ومنخلص المعدة من الirritation تبع الدواء الموجود عندنا. زي كثير من non-steroidal anti-inflammatory drugs بلاقي مكتوب عليهم EC enteric coated، يعني لانه for that purpose. ممكن انه نسوي انتريك كوتينج حتى ديليفر دراج فور انتندد لوكال اكشن ان ذا انتستين، يعني ممكن السايت اوف اكشن زي بعض الانتستينال انتيسيبتيك. اذا بدنا نسوي ريليز للدواء داخل الكولون فمنوصله للرايت بليس داخل هو الكولون. طبعا في ديفرنت فيلم فورمر لهم ديفرنت بي اتش اوف سوليبيليتي، بنختار اللي هو الاي او بي اتش اوف سوليبيليتي اللي بدوب بالسايت اللي بدنا اياه تبع الدواء.
فمن بنوصله بالسوتبل سيجمنت داخل هو الانتستين. كمان من الريزون فور انتريك كوتينج تو ديليفر دراج تو ذا تو ذير اوبتيمم ابسوربشن سايت ان ذا سمول انتستين. بتعرفوا انه الابسوربشن بيعتمد على اللي هو الكونسنتريشن جريدينتس. لما نكون الكونسنتريشن اوف ذا دراج اعلى بالانتستين بمكان الابسوربشن سايت, الابسوربشن تبع الدواء بصير احسن. وكمان الانتريك كوتينج كان بي يوز تو بروفايد ا ديلي ريليس كومبوننت فور ريبيتد اكشن تابلت. بتذكروا الريبيتد اكشن تابلت جزء من الدواء ريليس بالاستومك والجزء الثاني بريليس بالانتستين. فنحن الدواء اللي بدنا اياه ريليس بالانتستين بنحطه داخل الكور اوف ذا تابلت وبنسوي كوت انتريك كوت حتى انه يوصل الانتستين. وعلى الكوت الموجود عندنا بنحط لاير ثاني بيكون فيها الدواء ريليز داخل هو الاستومك, فبصير جزء من الدواء ريليز بالاستومك والجزء الثاني ريليز داخل هو الانتستين. طبعا الانتريك فيلم فورمر اهم صفه فيهم له بي اتش ديبندنس سوليبيليتي. ات لو بي اتش ما بيدوب الدواء, ات هاي بي اتش او بيدوب الدواء داخل هو الانتستين. طبعا اللي بيصير انه الدواء او الذائبيه تبع الدواء او مثلا اذا بيصير له دايجستشن ما بيصير دايجستشن داخل هو الاستومك. لما ينتقل الدواء للانتستين بدوب او بيصير له دايجستشن داخل الانتستين وبصير ريليز للميديكيشن. فاهم صفه اللي هو ريزيستنس تو جاستريك فلويد وسسبتبل اور بيرميبل تو انتستينال فلويد. طبعا هاي بتعطينا اللي هو الانتريك اكشن اوف ذا بوليمر. الاذر بروبرتيز هي كومون مع اللي هو اني اذر فيلم فورمر. It should be compatible with most coating solution component and drug substrate, stable alone and in the coating solution. The film should not change in aging. Stability كثير مهمة. Formation of continuous uninterrupted film, coherent film on the surface of the tablet. No toxicity, no pharmacological action, low cost, commercially available, easy application without specialized equipment, readily to be printed or allow film to be applied to deposit surface. ما يصير فيها bridging ولا بصير فيها اللي هو filling. وإذا بنوديها على printing تنطبع بسهولة عليها اللي هو any printing على surface of the film الموجود عندنا. فهاي اللي هي ideal property اللي هو enteric coating material to be applied على surface of the tablet. هسا بدنا نحكي عن film former بيستخدم داخل هو tablet formulation. اول فيلم فورمر اللي هو سيلولوز اسيتيت فتاليت. طبعا سيلولوز اسيتيت فتاليت بتميز انه الديزولف اونلي اباف بي اتش 6, فبشوي بتاخر الريز تبع الميديكيشن, فبوسيبلي ديلي ابسوربشن اوف ذا دراج والبايو افيلابيلتي اوف ذا دراج تاخذ وقت اطول حتى انه يصير له الدواء يصير له الدواء ابسوربشن. مشكله السيلولوز اسيتيت فتاليت از هايجروسكوبيك اند بيرميبل تو مويستشر اند جاستيك فلويد. عشان هيك عاده ما بيستعملوا سيلولوز اسيتيت فتاليت, عاده بيخلطوه بهيدروفيليك فيلم فورمر. ممكن يستخدموا الايثر سيلولوز حتى يحسنوا اللي هو الانتريك بروبرتي تبع الفيلم موجود عندنا ويمنعوا البيرميشن للجاستيك فلويد داخل 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 الاستومك. المشكله الثانيه للسيلولوز اسيتيت فتاليت اتس سسبتبل تو هيدروليك ريموفال اوف ذا فتاليت اند اسيتيك اسيد من الستراكشر تبعه, فريزلتنج ان change of film properties. طبعا لازم تكون لازم تستابلايز هو سيلوز اسيتيت فتاليت داخل هو الفورميليشن. كمان السيلوز اسيتيت فتاليت فيلم ار بريتل, بيضيفوا له بلاستيسايزر حتى يحسنوا اللي هو فلكسيبيليتي تبع الفيلم. وعاده بيستخدم ان كومبينيشن وذ فيلم فورمر ماتيريال تو اتشيف بيتر انتريك بروبرتيز وحسنوا صفات الفيلم اللي بتكون عندنا. هذا اللي هو السيلوز اسيتيت فتاليت. Other types of polymers that use as a film former هم acrylate polymer. Acrylate polymer هم مثل acrylic acid and ester of methyl acrylate acids. طبعا في عنا different types of esters. Acrylic acid esters في بعضهم anionic, في بعضهم cationic, في بعضهم neutral. عادة له enteric properties بيكون anionic copolymer. يعني بيضيفوا مثل acrylic acid مع مثل acrylic ester اللي بيكونوا anionic. At low pH ما بيذوبوا, و at high pH بصير لهم عملية اللي هو بيذوبوا وبصير ريليز للبوليمر الموجود عندنا. طبعا عادة commercially available as iodoregid, في اللي بيستخدم as a enteric film former اللي هم iodoregid L و iodoregid S. في EL و ES وفي different type of polymer. طبعا هذول بيستخدموا for different purposes. اللي لهم pH dependent اللي هو يدرجيت L
ويدرجيت اس. طبعا بوث ريزين برودوس ا فيلم ذات ار ريزيستنت تو جاسيك فلويد، ما بيدوبوا بالاستومات. وطبعا لما يدخلوا داخل هو لما يدخل داخل الانتستين بالنسبه للايدروجيت ال بيدوب اف بي اتش هاير ذان 6 فبيستخدم فور انتريك كوتينج، وايل ايدروجيت اس بيدوب اف بي اتش اكثر من 7 فبيوصل الدواء للكولون فبيستخدم فور كولون تارجتنج. طبعا هذا هو الايدروجيت ال وايدروجيت اس. ال بتكون من كوبوليمر يعني تو بوليمر مع بعضهم البعض ميك تو مونومر بيستعمل بوليمر. في عندنا ميثاكريليك اسيد، هذا هو الميثاكريليك اسيد، وهون الايستر اوف ميثاكريليك اسيد المخطوطات معاه هون اللي هو هون اسيل ميثاكريليك هون الاسيل ايستر هون الميثيل ايستر. هذا اللي بيخلي واحد منهم يدوب على بي اتش 6 والثاني يدوب على اللي هو البي اتش بي اتش 7. فواحد الكورون تارجت واحد بيسوي ريليز للدواء ات ايرير ستيج. هاي بالنسبه لليدرجيت ال واليدرجيت اس وطبعا واستخداماتهم. في عندنا كمان انذر انتريك فيلم فورمر اللي هو الهيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز. الهيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز بتميز انه ديزولف ات لور بي اتش ذان سيلولوز ستيت فتاليت واكريليت بوليمر، بدوب بي بي اتش بتوين 5.5. طب بدوب بالايرلي سيجمنتس اوف ذا اوف ذا انتستين، يعني مباشره مجرد ما دخل للانتستين بيسوي ريليز للميديكيشن فبصير البيو افيليبيليتي اوف ذا دراج بتكون 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 سريعه. فان ذس سوليبيليتي كاركترستيك مي ريزلت ان ذا هاير بيو افيليبيليتي اوف سم سبيسيفيك دراج لانه بدوب بشكل سريع داخل الانتستين. It is quite stable compared with cellulose state phthalate because of absence of labile acetyl group الموجودة بالcellulose state phthalate. فالستابيليتي تبعته بشكل بتكون أحسن. البوليفينيل acetate phthalate كمان another film former بيستخدم له pH dependent solubility. It is stable. عادة بيذوب pH around 6 وعادة it is much more stable than اللي هو cellulose state phthalate. هاي بالنسبة للإنتريك فيلم فورمرز اللي بيستخدموا داخل هو التابلت. يعني حكينا عن النون إنتريك وحكينا عن الإنتريك. طبعا بالتابلت كوتينج بالفيلم كوتينج ما بيستحملوا الفيلم فورمر لحاله، عادة بيستخدموا مع أديتز. من هاي الأديتز اللي هي البلاستيسايزر. البلاستيسايزر اللي هي مواد بنضيفها حتى نحسن الفلكسابيليتي تبع الفيلم. طبعا الفيلم هو بيكون معمول من بوليمر، فإذا البوليمر استعملناه لحاله بدون بلاستيسايزر بصير انتراكشن قوي بين البوليمر البوليمر تشينز وبصير الفيلم ريجيد مش فليكسبل. طبعا البلاستيسايزر هي مواد عاده الموليكولر ويت تبعها بكون قليل بكون قليل، من نخلطها مع اللي هو البوليمر من مع البوليمر الفيلم فورمر بوليمر وبتبعد اللي هو البوليمر تشين عن بعضهم البعض، فبتقلل الانتراكشن بين البوليمر تشين فالفيلم بصير فليكسبل. طبعا اذا اكزامبل عليها الخبز لما تشتروه بكون طري لانه الخبز فيه مي، المي بتشتغل از بلاستيسايزر بتوين ستارت سترانز الموجوده عندنا. لما ينشف المي بتلاقوا الخبز بصير قاسي وبتكسر لانه المي طلعت من بين البوليمر من بتوين الستارت سترانز وصار انتراكشن بيناتهم مباشر فبصير رجل. طبعا المي ما بنستخدمه از بلاستيسايزر لانه بعدين بصير معنا زي الخبز لأنها بتتبخر، بنستعمل مواد ما بتتبخرش بنقدر نحطها. وطبعا لازم تكون هذا البلاستيسايزر انه تو بي انكوربوريتد وذ ذا فيلم الموجود عندنا، يعني تدخل بتوين اللي هو البوليمر تشينز الموجود عندنا يعني حتى تشتغل از بلاستيسايزر. طبعا هاي البلاستيسايزر بتحسن الفلكسيبيليتي اوف ذا فيلم، التنسل سترينج تبعه بتحسن. طبعا الفيلم بصير فلكسيبل لما نحط عليه ستريس بمط بتحمل ضغط اكثر قبل ما يصير له عمليه اللي هو رابتشر وبيلتصق بشكل احسن على السيرفيس اوف ذا تابلت. طبعا السيرفيس اوف ذا تابلت بيكون سموث لكن حقيقه مش سموث، بيكون فيه نتوءات وبولز. فبالتالي لما يكون في عندنا بلاستيسايزر الفيلم بيدخل بالفراغات والموجوده عندنا بشكل احسن فبتماسك بشكل احسن مع السيرفيس اوف ذا تابلت. فالبلاستيسايزر بيشتغل انه اتفكت بوليمر انتراكشن، بقلل من الانتراكشن بين ذا بوليمر وبعدهم عن بعضهم البعض، وبالتالي بيكون الفيلم بصير ماتش مور فليكسيبل. طبعا الـ choice of plasticizer depend on the viscosity، كل ما بيكون البوليمر viscosity grade تبعه اعلى كل ما نحن بنحتاج لـ plasticizer بشكل اكبر. and كمان كمان الـ choice depends on the effect on the film permeability. طبعا plasticizer they tend to increase the film permeability
طبعا هاي يعني بنضيف بلاستيسايز او بنستخدم بلاستيسايز بحيث انه دزنت افكت اللي هو البيرميابيلتي بشكل كبير، كمان بياثر على الفيلم داكنس والسوليبيليتي وذائبيه الفيلم وتيست تبع الفيلم. فبالتالي نختار اللي هو البلاستيسايزر بحيث انه يعطينا صفات مقبوله للفيلم ريجاردنج التيكنس السوليبيليتي التيست وكمان الكومباتيبيليتي. بنستخدم فيلم فورمر، بنستخدم بلاستيسايزر ذات از كومباتيبل مع الفيلم الموجود عندنا واستابيليتي اوف ذا فيلم اند ذا برودكت. طبعا كلياتها هذول صفات لازم تلوك ات خلال من خلال اختيارنا اللي هو البلاستيسايزر. طبعا بلاستيسايزر ممكن نستخدم سنجل ايجنتس، لكن الافضل انه نستخدم كومبينيشن اوف بلاستيسايزر حتى نقلل تركيز الكميه يعني التركيز من سنجل ايجنتس. الكومون يوز بلاستيسايزر، كثير من ذا فولوينج بلاستيسايزر ار يوز ان تابلت ديورينج تابلت كوتينج، اللي هم الكاستر اويل، بروبيلين جليكول، جليسرين، لو موليكيولر ويت بي اي جي. بعض السيرفاكتنت زي توين والاسبان بيشتغلوا كمان از بلاستيسايزر بالتابلت فورميليشن. هاي بالنسبه للبلاستيسايزر بيستخدموا بالتابلت فورميليشن. كمان بالتابلت فورميليشن عاده بنستخدم كلرنت، اذا بدنا نحط لون بالتابلت طبعا بنستخدم كلرنت. الكلرنت تتذكروا حكينا عنها بالتابلتس، انا حكينا عنها ووتر سوليبل كلرنت او بنسميها دايز، او عندنا ليك دايز. ليك دايز اللي هي بتكون عاده ادزورب سوتابل ادزوربنت ماتيريال زي الهيدروس اوكسايد او انذر ادزوربنت ماتيريال، بصير ووتر انسوليبل، بنحطها على شكل ديسبيرشن داخل التابلت. طبعا اللون بيساعد بعمليه الايدنتيفيكيشن وبيزيد من الاليجانس بالدوزج فورم، والواحد بيميز بين البرودكتس اللي بيصيرهم مانيفاكتشرنج، والبيشنت بيميز بين البرودكت ذات هي از تيكينج. وطبعا to achieve a proper distribution of suspended colorant in the coating solution where the use of fine powder colorant. إذا استخدمنا lake dyes اللي هنا بيكون على شكل water insoluble لازم يكون particle size تبعهم بيكون قليل. The color must be reproducible and stable. طبعا عادة بيستخدموا اللي هم synthetic colorant اللي هم FDNC and DNC. تذكروا القصة تبعت FDNC and DNC colorant. طبعا هاي بتعرفوا ان اللون بتكون من مجموعة من المواد اللي بتكون ملونة حتى تعطينا لون معين، وفي big issue regarding اللي هو safety of the colorant material. وطبعا هاي الايجنس بتدرس المواد بيستخدم as colorant بشوف السيفتي تبعها، وكمان نفس الستوري كمان بتتابع الليتريتشر وبيع الالوان بالرقم. فاذا طلعت مشكلة بواحدة من الكومبوننت تبعت الكلرنت بغيروها with another material بحيث انهم يحافظوا على اللون بشكل ثابت. طبعا في عندنا اللي هو other colorant اللي هم natural colorant، زي مثلا في عندنا الايرون اوكسايد، الانثروسيانين، كراميل، كاراتينويد، كلوروفيل، انديجو، فلافونز، تورمريك، كارمانيك اسيد، كلياتهم هذول مواد ملونه. طبعا معظم الفارماسيوتيكال كومباني بتستخدم اللي هو synthetic dyes and lakes بسبب انها much more stable than اللي هو natural colorant. فطبعا الكالورانت طبعا اللي بيستخدم بالفورميليشن تركيزه بيعطينا اللي هو shade of the color، يعني اذا بدنا لون فاتح احمر فاتح بنحط تركيز قليل من اللون الاحمر، اذا بدنا احمر غامق تركيز الاحمر اللون بيكون عالي حتى يعطينا اللي هو الكلر الموجود عندنا. طبعا الكلر لازم يكون ريبروديوسبل ولازم يكون يعني يكون ستيبل ديورينج الشيلف لايف اوف ذا برودكت الموجود عندنا. فهي بالنسبه للكرانت بيستخدموا بالتابلت كوتينج. الاذر كومبوننت اللي بنضاف للتابلت فورميليشن اللي هو الاوباكيوانت، من اسمها تو ميك الفيلم اوبيك. اوبيك يعني ما يمرقش، ما يبطل شفاف، نوت ترانسبيرنت، اوبوزيت اوف ترانسبيرنت. فنحن عاده لما نسوي عمليه كوتينج مرات بنسوي كوتينج تو ماسك الكلر اوف ذا تابلت او الامبرفكشن الموجوده داخل التابلت، عشان هيك بنسوي اللي هو الكوتينج بروسيس. طبعا الاوباكيوانت اللي عاده بيستخدموا بالتابلت انه عباره عن ان اورجانيك باودر، وطبعا بيعطي باك جراوند للكلر وبيقلل من استخدام اللي هو الفيلم فورمر، وبنتشر الفيلم بشكل اكبر على السيرفيس اوف ذا اوف ذا اوف ذا تابلت. طبعا الاوباكيوانت ايجنت اذا استخدمناه لحاله بدون كلرنت بكون لون التابلت لونه ابيض، اذا بدنا التابلت لونها ابيض بحطوا اوباكيوانت لحاله بدون كلرنت بيطلع لونها ابيض. اذا بدكم لون بتضيفوا لون تاخذوا اللون بشكل احسن. وطبعا الاوباكيوانت لما يستخدم بقلل استخدام الكلرنت داخل هو التابلت فورميليشن، لانه بيعطي باك جراوند للكلر اللي موجود عندنا.
اذا التابلت فيها يعني بتتعرض اللي هو الانستابيليتي ديو تو لايت, طبعا بحطوا اوباكيون حتى يمنعوا الهامفول ويف لينك اوف لايت فروم جيتينج انتو ذا برودكت, وخلوا الفيلم معتم, فبالتالي ما بيمرق اللي هو الضوء على السيلف على التابلت, وبالتالي بنحافظ عليها اجينست لايت فوتو انستابيليتي. طبعا الاغلب الاوباكيونت العاده بيستخدم الموست كومونلي يوز اوباكيونت اللي هو تيتانيوم دايوكسيد. تيتانيوم دايوكسيد بالاردن بيسووا له دي مس يوز ات في بعض المطاعم, بتحطه على الحمص حتى يعطي لون الابيض, والاف دي اي بتدور عليهم وبتمنعهم من استخدام هو تيتانيوم دايوكسيد, لانه بالكونسنتريشن بيستخدموها بالحمص بيكون يعني مش سيف, مش زي بالتابلت بيستخدموا كميات قليله على الكوت ويكون تركيزها كثير قليل داخل هو الفورميليشن. طبعا في عندنا اذر ايجنتس ممكن يستخدموا اذر ذان تيتانيوم دايوكسيد. تيتانيوم دايوكسيد هو الموست كومونلي يوز. في عندنا اللي هو التالك والالومنيوم سيليكيت, مو عباره عن سيليكيت, مغنيسيوم كربونات, كالسيوم سلفيت اللي هو عباره عن سلفيت, مغنيسيوم اوكسايد والالومنيوم هيدروكسيد. طبعا هذول ما بدوش بالمي, بنضافوا على شكل ديسبرشن داخل هو داخل اللي هو الباودر فورميشن, بيعطينا وبصير الفيلم اوبيك وما بنشوف التابلت, وبقلل استخدام الكلرنت وبيعطي باك جراوند للكلر وبتبين اللون بشكل احسن على السيرفيس اوف ذا تابلت. هاي بالنسبه للاوباكيونت اللي بيستخدم بالتابلت. في عندنا اذر ماتيريال ممكن نضيف للكوت فليفر وسويتنر. اذا التابلتس بدها تشوبل نضيف فليفر وسويتنر على التابلت. الفليفرز منت فليفر, فانيلين, اورنج, وات ايفر فليفر, توتي فروتي, تشيري, وات ايفر. وسويتنر نضيف يا اما شوغر يا اما بنضيف ارتفيشال سويتنينج ايجنتس زي السكرين زي الاسبرتام, وبصير الفيلم طعمه له فليفر وله سويس, وبتسهل بتحسن البلاتابيليتي اوف ذا برودكت. هذا للتشوبل تابلت فور اكزامبل. كمان اذر اديتيف ممكن نضيفها اللي هو السيرفاكتنت. السيرفاكتنت حتى مثلا نسرع عمليه الديسوليوشن للتابلت, او حتى انه نسهل سبريدنج اوف ذا كوتينج فورميليشن على السيرفيس اوف ذا تابلت, فبنضيف لها بنضيف سيرفاكتنت فبتسهل عمليه الكوتينج بروسيس. ممكن نضيف انتي اوكسيدنت او انتي مايكروبيال. اذا في عندنا كومبوننت سسبتبل تو اوكسيديشن او سسبتبل تو بكتيريال جروث نستخدم سوتابل ايجنتس فور ذات بيربوس. طبعا مش شرط انه هذول نستخدمه بالتابلت كوتينج, يعني قليلا ما بيستخدموا, يعني فليفر وسويتنر اذا كان شوبل تابلت بيضيفوهم, سيرفاكتنت يعني بيضيفوها حسب الحاجه, انتي اوكسيدنت اذا الدواء كثير سسبتبل اوكسيديشن بيضيفوا انتي اوكسيدنت, انتي مايكروبيال ايجنت اذا الدواء او الكومبوننت اوف ذا كوت بروموت مايكروبيال جروث بحطوا انتي مايكروبيال ايجنت اللي هو الفورميليشن. هاي بالنسبه للماتيريال ذات از ادد تو ذا تابلت. طبعا كل هذول المواد عاده نحن بنذوبهم بسوتابل سولفنت او بنسوي ديسبيرشن بسوتابل سولفنت, وبعدين بنسوي لهم سبراينج على السيرفيس اوف ذا تابلت. عاده الفيلم كوتينج بنسوى باي كوتينج بروسيس باستخدام اللي هو سايد فينتد بيرفوريتد كوتينج بان, او باستخدام اللي هو الفلويد بيد كوتر, وبنسوي عمليه اللي هو كوتينج بروسيس. طبعا السولفنت تو بي يوز طبعا تراديشنالي دي يوز تو دو اللي هو الكوتينج باي اورجانيك سولفنت. اوريدي حكيت عن هذا الموضوع لما حكيت عن الايكويبمنت يوز فور تابلت. الاورجانيك سولفنت بتتميز انه بتتبخر بسهوله, واذا دخلت على الاستراكشر اوف ذا تابلت ما بتسبب ديسنتجريشن او انستابيليتي اذا الدواء بتعرض للهيدروليسيز. لكن مشكله الاورجانيك سولفنت لما نسوي كوتينج بروسيس الابخره بتروح للاتموسفير انفايرمنتال هازارد, الوركر في انهال الاورجانيك سولفنت كمان مشكله, وكمان ممكن يصير بالسايت اوف اوبريشن ممكن يصير عندنا اكسبلوجن لما يستخدموا الاورجانيك سولفنت, وبيظل في ريزيديو داخل هو التابلت من الاورجانيك سولفنت which is non desirable. فبعض الاورجانيك سولفنت مش سيف تو بي ريليف انها تنترك داخل هو التابلت. طبعا الاذر اوبوزيت انه الواحد يستخدم المي as a solvent for coating طبعا بيحل معظم المشاكل اللي حكينا عنها regarding الاورجانيك سولفنت. الاورجانيك سولفنت المي سيف, اذا طلعنا للاتموسفير ما في مشكله, ما بيسبب اكسبلوجن لما يتبخر الابخره تبعته, ما بيسبب اكسبلوجن. مشكلته انه اذا دخل الستركشر اوف ذا تابلت بيسبب انستابيليتي, وكمان عمليه تبخيره
عملية صعبة، بده كمية حرارة كثيرة حتى تتبخر المي. فطبعاً مع اللي هو الانفنشن اوف سايد فينتد كوتينج فان صارت البروسيس بشكل اسهل. فطبعا هون عندنا الايديال سولفنت فور كوتينج، طبعا it should be either dissolve or disperse the polymer the polymer system. طبعا الدواء البوليمر الفيلم فورمر والاديتيفز الموجوده عندنا لازم يكونوا dissolve or disperse داخل هو السولفنت سيستم. ف it should easily disperse other coating component into the solvent system. حد حكيناها. Small concentration of the polymer should not result in extremely viscous solution. طبعا هاي advantage للorganic solvent. الorganic solvent ما بترتفع الفيسكاس تبعها كثير مقارنة بالمي. المي فيها hydrogen bonding. فطبعا بيقدروا يحطوا كميات أكثر من البوليمر داخل الorganic solvent منها داخل المي. ف small concentration of the polymer يعني 2 ل 10 should not yield an extremely viscous solution يعني اكثر من 300 سنتيبواز، وبالتالي ما بيقدروا يسووا سبرينج لهذا السوليوشن. طبعا colorless, tasteless, odorless, inexpensive, non-toxic, inert and non-flammable. طبعا معظم هاي الصفات اقرب للمي. المي is colorless مقارنه بالorganic solvent, tasteless, odorless, inexpensive, non-toxic, inert with a sense يعني residue داخل التابلت اذا ظل شوي ما في inert للhuman being، لكن مشكلتها يعني ممكن تاثر تسبب hydrolysis. and non-flammable, المي non-flammable. it should have rapid drying rate. المي drying rate تبعها ابطا من الorganic solvent. هاي advantage للorganic solvent. it should have no environmental impact. طبعا الenvironmental impact تبع المي doesn't have environmental impact while organic solvent لازم يسوي لها عملية collection. صحيح انهم once they collect اللي هو الorganic solvent they recover it، لكن الكوست involved فيها اعلى بكثير من ثمن اللي هو الريكفر سولفنت. طبعا السولفنت بيستخدموا بالتابلت كوتينج انكلود المي، الايثانول، ميثانول، ازوبروبانول، كلوروفورم، اسيتون، مثل ايثيل كيتون اند ميثيلين كلورايد. الووتر از ذا سولفنت اوف تشويس ناوديز. طبعا بفضل فورمس كندستي تستخدم المي للاسباب اللي حكيت لكم اياها. ايكونوميك، انفيرمنتال سيف، ما بصير فيها اكسبلوجن. But some drug may resist aqueous coating. اللي هو الدواء الأدوية بصير hydrolyzable اللي بتتحطم بوجود المي. لكن مع side vented coating pan يعني بيقدروا يسووا عملية coating للمي من غير ما تدخل المي لداخل هو structure of the tablet. لأن البروسيس طبعا الإفشنسي تبع الدراينج فيها بيكون كثير عالي، فبيمكن إنه يسووا aqueous coating لبعض الأدوية. هسه بدنا نحكي عن الفيلم كوتينج بروسيس، كيف بتتم عمليه اللي هو الفيلم كوتينج بروسيس. هسه ناوديز اكثر شيء بيستخدموه بالكوتينج اللي هو سايد فينتد كوتينج بان او البرفوريتد كوتينج بان فور كوتينج بروسيس. طبعا كيف بيسووا عمليه الكوتينج بروسيس؟ بنروح على الكوتينج اكويبمنت. اول شيء بيجيبوا التابلت. طبعا هاي هو الكوتينج اكويبمنت، بيكون شكله زي هيك. هذا هو البان، بيحطوا فيه التابلتس وبحطوا سبراي نوزل بالمكان المطلوب. ما بيسووا سبرينج للكوتينج. طبعا بيشغلوا الهواء السخن، خلوه يمر من خلال التابلت، بيشغلوا الفاكيوم فتول دراج الاير بهذا الدايركشن، بيشغلوا الاتمايزنج اير وما بيسووا عمليه سبرينج. في البدايه بيحطوا التابلت داخل الكوتينج بان وما بيشغلوا اللي هو الكوتينج بان، بخلوه واقف وبخلوا الهواء السخن يمر بالتابلت الموجوده عندنا. طبعا السبراي نوزل بحطوه عادة بالأبر هاف أو أبر تو ثيرد أوف ذا كوتينج بان، يعني بهالمرحلة مكان بوجهه اللي هو السبراي نوزل، بس ما بيسووا سبراينج بالبداية. بالبداية بمرقوا الهواء السخن على التابلتس طبعا حتى إنهم يدفوا التابلت قبل ما يبدوا عملية اللي هو سبراينج للكوتينج سوليوشن. طبعا الفروم تايم تو تايم بيسووا جوجينج للكوتينج بان، يعني بيلفوه نص لفة، ما بيشغلوه هو الهواء السخن مارق، لأنه لما يشغلوا الكوتينج بان من غير سبرينج بصير فريكشن بين التابلتس، ممكن تتكون فراجمنتس وباودر، وهذا يعني بسبب مشاكل خلال عمليه اللي هو الكوتينج بروسيس. طبعا تو اشور يونيفورملي ديستريبيوشن اوف ذا كلر، بيسووا جوجينج للكوتينج بان، يعني بدوروا نص دوره كل دقيقه نص دقيقه لحد ما يسخنوا كل التابلت بيد الموجود عندنا. بعد هيك بدنا نبدا بعمليه الكوتينج بروسيس. اول شيء بيشغلوا الكوتينج بان، مجرد ما شغل الكوتينج بان ولف بالسرعه المطلوبه زي ما حكينا لكم بحيث انه تطلع الحبات لهون وبعدين ينزلوا بالتدحرج، بيسووا سبراينج للكوتينج سوليوشن. اوريدي بكون الاتمايزنج اير شغال، بيسووا سبراينج للسوليوشن وبيبدوا عمليه اللي هو الكوتينج بروسيس. بضل الكوتينج بان رانينج، السبراينج سوليوشن بينج ادد، وبسحبوا عينات
بتفرجوا على التابلت بشوفوا كيف التابلت جيت كفر. طبعا لازم الكوتينج سوليوشن كفر التابلت، وبوزنوا التابلت بشوفوا قديش زاد الوزن لحد ما التابلت اوبتين ديزاير تيكنس صار ديزاير كفرج، كل التابلت من كل الجهات صار كفرج. فخلصوا عمليه الكوتينج بروسيس. اول ستيب لما يخلصوا الكوتينج بروسيس بيوقفوا سبراينج اوف ذا كوتينج سوليوشن، وبيظل الكوتينج بان رننج شغال، وبيظل الهواء السخن مارق والفاكيوم شغال، حتى بخلوها لفتره من الزمن لحد ما يجف اللي هو الكوت بشكل 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 كويس. بعدها بيضيفوا اللي هو بعد ما تجف التابلت ممكن يضيفوا اللي هو الواكس، ممكن يضيفوا على شكل دراي او بيذوبوا بأورجانيك سولفنت حتى يعطي اللي هو الشاين، وبعدها بيوقفوا الكوتينج بان وبيسووا انلودنج اللي هو الماتيريال فروم ذا التابلت ذات هاز بين كوتد فروم ذا كوتينج بان. فهاي ذس از هاو كيف بيتم عمليه اللي هو الكوتينج بان هيك الكوتينج بروسيس زي ما وصفنا لكم. فلود تابلتس انتو ذا كوتينج بان، اتاتش اند ادجست ذا سبراي نوزل تو سبراي ات ذا ابر هاف اوف ذا تابلت زي ما حكينا لكم. تيرن اون هيت دراينج اير اكسهير اتومايزنج اير، الاتومايزنج اير تبع اللي هو السبراي نوزل بس ما بنشغل ما بنسوي سبراينج للكوتينج سوليوشن. طبعا هاي الستيب اللي هي عمليه تسخين للتابلت وتدفئه التابلت الموجوده عندنا. انترمتنتلي جوك ذا بان وايل ذا تابلت ار وورمينج، ما بنشغل الكوتينج بان بنحركها نص تحريكه اللي هي الجوجينج بنسميها، حتى انه يتوزع الحراره بشكل كويس لكل التابلت الموجود عندنا. وين ذا تابلت ار وورم يعني لما تدفى الحبات نبدا بالسبراينج وايل ذا كوتينج بان از رننج. اول شيء بنشغل الكوتينج بان بعدين بنسوي عمليه اللي هو سبراينج، بنضلنا نسوي كوتينج انتل ذا ديزاير برودكت از اتين لحد ما التابلت تتغطى بشكل كويس وأوبتين اللي هو الديزاير كوت على السيرفيس اوف ذا تابلت. بعد هيك مجرد ما وصلنا للديزاير كوت نستوب الكوتينج نوقف اللي هو السبراينج، keep the coating pan and the heat running until the tablet are completely dry. Tablet can be polished by addition of dry wax زي ما حكينا لكم او wax dissolved in volatile solvent، وبعدها بتكون اللي هو الكوتينج بروسيس بتخلص. هاي كيف بيتم عمليه اللي هو الفيلم كوتينج بروسيس. طبعا بعدها بعد ما نسوي عمليه كوتينج بالتابلت بنسوي ايفالويشن للتابلت الموجوده عندنا. طبعا من التيستس اللي بيسووها للكوت التابلت اول شيء ادهيجن تيست اللي هو الفورس ريكوير تو بيل ذا فيلم. بنجيب تابلت بعد ما نسوي عمليه كوتينج بكون عليها كوت، نسوي له عمليه اللي هو بيلينج شوي، بعدين وي اتاتش تو تنسيومات جهاز بقيس اللي هو التنسل سترينج، وبنشد اللي هو الفيلم بنشوف قديش الفورس ريكوير تو بيل. كل ما بكون الفورس اعلى كل ما بكون الادهيجن اوف ذا فيلم تو ذا سيرفيس اوف ذا تابلت بتكون 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 احسن. كمان التابلت بيسووا لها هارنس تيستينج طبعا تو ايفالويت كيف بياثر الفيلم على الهارنس اوف ذا تابلت. مرات كثير بنسوي كوتينج حتى نحسن الاستراكشر تبع التابلت، يوجوال لما نسوي كوتينج الهارنس اوف ذا تابلت بتزيد، فبنشوفها انها حسنت اللي هو الهارنس وقديش تحسنت الهارنس تبع التابلت. مرات اذا بصير عندنا بنتريشن اوف ذا كوتينج سوليوشن ويذين ذا انسايد اوف ذا تابلت وبدا يصير عندنا ديسنتجريشن للتابلت الهارنس تبع التابلت بتقل، فمعناته في عندنا مشكله خلال الكوتينج بروسيس، فبيسوي ايفالويشن للهاردنس اوف ذا تابلت. ريت اوف ديسنتجريشن ريت اوف ديسوليوشن زي ما سويناه للتابلت نسويه نفسه للكوت التابلت. الديسنتجريشن اللي هي 6 وكمان ديسوليوشن نسوي 6، وزي ما حكينا بالتابلت كوتينج بالتابلت نفسه ابلاي خلال التابلت كوتينج. ستابيليتي ستاديز بنشوف الستابيليتي تبع التابلت افتر كوتينج حتى نشوف هاي الحراره والمويشر اللي تعرضت له خلال الكوتينج بروسيس هل اثرت على الاستابيليتي تبعهم ولا لا. في مرات تدخل المي within the structure وبتاثر على الاستابيليتي اوف ذا تابلت، بتاثر على الريليز ريت، بتاثر على الديجريديشن اوف ذا دراج الموجود داخل التابلت. طبعا هذا بيسوي له عمليه ستدي. كمان they look at the tablet بيشوفوا السيرفيس رفنس الهاردنس تبع التابلت، السيرفيس هاردنس الكلر يونيفورميتي. طبعا هاي يعني فيجوال انسبكشن اللي هو البرودكت اللي بعد ما سوى عمليه اللي هو كوتينج بروسيس. طبعا this is how they evaluate the product بعد الكوتينج بروسيس. طبعا هون في عندنا في بعض اللي هو طبعا اذا سوينا اكثر من فيلم سوينا يعني ممكن نسوي كوتينج بديفرنت فيلم فورمر ديفرنت فورميليشن تركيز مختلفه من الاديتيفز. بدنا نقارن بين الفيلمز اللي بتتكون عندنا regarding water vapor permeation والتنسل سنك هاي خلال الديفلوبمنت بيربوسز. طبعا هون اللي حكيناه عنه قبل هيك
يعني في فورمولا اوريدي ديفلوبد وي ار عم نسوي لها عمليه اللي هو كوتينج بروسيس. طبعا مرات خلال اختيار اللي هو الكوت مرات يعني نحتار بين اكثر من كوت، فبنختار مثلا كوت اللي ووتر فيبر بيرميشن اقل او تنسل سترينث بتكون اقل. طبعا كيف بدرسوهم هذول؟ بيجيبوا اللي هو الكوتينج سوليوشن اللي راح يستعملوه، بيجيبوا بليت اوف تيفلون، تعرفوا التيفلون؟ التيفلون عباره عن ماده ما بلتصق فيها المواد، بحطوا اللي هو السوليوشن هون ديكاستيك بصبوه، وبعدين بتركوها عبين ما يتبخر اللي هو السوليوشن، وبعدين بيسوي له بيلينج، بصير عندنا فري فيلم. فري فيلم يعني بصير فيلم لحاله بدون تابلت، يعني ما بنستعمل التابلت. هذا الفري فيلم تستدي الووتر فيبر بيرميشن، بنجيب بوتلز شكلها زي هيك، إلها غطاء، الغطاء بكون مفتوح من فوق، تثبت الفيلم على الاوبننج تبع اللي هو الغطاء الموجود عندنا، يعني إذا كان هيك شكله نحط الفيلم هون، ثبت على اللي هو يكون مفتوح، ثبت الفيلم عليه، الفتحة بتكون الاريا تبعها ثابتة، بيعبوا البوتل بديسيكانت زي السيليكا جيل ديسيكانت، وبعدين بحطوها داخل ديسيكيتر، هون بكون عبارة عن ووتر، هون بتكون رينتب هيمدي قديش تقريبا 100%، وداخلها تقريبا تساوي 0 RH. طبعا اللي بصير انه الهيوميديتي بتمر من خلال الفيلم تدخل على اللي هو الانسايد اوف ذا بوتل وبتروح على الديسيكان بسبب فرق اللي هو الهيوميديتي اوتسايد وانسايد اللي هو البوتل. فاللي بصير احنا بنزيد الوزن، بنقيس الوزن as time passes ونشوف كيف اللي هو زيادة الوزن. نستعمل مثلا الفيلم الاولاني، فيلم ثاني different properties، ونشوف مثلا rate of water زيادة الوزن. اللي بيزيد وزنها اسرع معناته الفيلم عم بمرق موشر بشكل اسرع. هاي this is how we evaluate اللي هو water vapor permeation. الفيلم تنسل استرينك، قوة الفيلم عادة بيجيبوا الفري فيلم بيأتاتش التوتنسيومات، جهاز بيقيس اللي هو بيشد اللي هو الفيلم بيشدوه، وطبعا بيقيسوا الفورس لحديت ما يصير عمليه رابتشر للفيلم، وطبعا له دايمنشنز محدده بيكون الفيلم، وبشوفوا قديش بيصير له عمليه اللي هو الانجيشن، قديش بيمط الفيلم والفورس عنها اللي بنقطع فيها الفيلم، بما بيقارنوا بين الافلام ريجاردنج هاي الصفتين اللي هو قديش بيرسنت الانجيشن وقديش اللي هو تنسل سترينك اللي هو الفورس ريكوايرد تو بير تو تير الفيلم الموجود عندنا. فمنقارن بين الافلام بهاي الطريقه، بنختار الفيلم اللي بيناسب اللي هو البرودكت الموجود عندنا. هون وصلنا بهذا، المره الجاي بدنا نكملكم بنحكي لكم عن اللي هو الفيلم ديفكتس اللي تواجهنا خلال عمليه اللي هو الكوتينج بروسيس. طيب في حد عنده اسئله؟ انا دكتور، بس مو سؤال، هو بدي احكي لك شغله. هلا